اليوم نتكلموا على التحسيس. اليوم حنا بغينا المغاربه يفهموا استاذه رشيده السليماني يفهموا ما هو دور المركز المغربي لمحاربه التسمم واليقظه الدوائيه اولا، ومن بعد نشوفوا اشياء اخرى اللي مرتبطه بهذا المركز. نبداو شنو هو دور المغاربه، خصهم يفهموا ما هو دور المركز المغربي لمحاربه التسمم واليقظه الدوائيه. استاذه رشيده اهلا وسهلا سيدي. مرحبا. بالك اول شيء نشكركم على على هذه الحلقه، لانها جد مهمه وكتناسب الموسم، لان مع موسم الصيف كيكون هناك مشاكل كثيره ناتجه على لسعات العقرب ولدغات الافاعي. المركز المغربي لمحاربه التسمم واليقظه الدوائيه انشا في سنوات التسعينات. هو مركز تابع لوزارة الصحة، وفي نفس الوقت عنده أطر جد مهمة، ما يفوق 60 إطار، كل جلهم أطباء أو صيادلة أو عامل عندهم دكتورات في العلوم. وهذا الأطر كلهم متخصصين في علم التسمم عامة، ولكن خاصة عندنا كل إطار من الأطر اللي عندنا مختص بواحد الجانب من التسممات. واحد غيتكلف بالتسممات بالأدوية، واحد التسممات بمبيدات الحشرات، وطاقم غادي يتكلف بالتسممات الناتجة على لسعات العقرب، وطاقم واحد آخر على لدغات الأفاعي إلى آخره. شنو الدور ديالنا؟ الدور ديالنا هو يكون عندنا واحد النظرة شاملة ودقيقة على كل التسممات اللي كتوقع في المغرب. هاد النظره اللي عندنا كيفاش كناخذوها لان كنجمعوا المعلومات بزاف. شفت في الجرائد البارح والبارح الناس اللي كيتكلموا على حقوق المرضى وداك الشيء كيقولوا علاش المركز المغربي ما كاينش في الجهات ديال المغرب. ماشي لازم يكون جهات المغرب، كيكون على الصعيد الوطني لتجميع كل المعلومات الناتجة على التسممات. من كيكونوا عندنا هذيك النظرة غادي نشوفوا شنو هما المشاكل العويصة في المغرب، ومن هنايا غتقولي كيفاش كيمكننا نعرفوا لان عندنا واحد الهاتف كيعمل 24 ساعة على 24 ساعة منذ 30 سنة. فيه أطباء، هذا الرقم هو 0-801-000-180، كيعمل لاستقبال المكالمات من عند المواطنين ولا من عند الأطباء ولا من عند العاملين في القطاع الصحي ولا أي واحد يمكن. نعم، إلا جات على خاطرك أستاذة رشيدة نعاودوا الرقم الهاتفي، هو بمثابة خط أخضر. ما كاين نيميرو ايكونوميك اقتصادي. نعم، هو 0-801-000-180. 180. وهذا الرقم جد مهم، لان عندكم اطباء مختصين كيمكن لهم يجاوبوا اي واحد يتكلم فوق ما بغيتوا 24 ساعه في النهار. واخا يطولوا يجاوبكم. جميل. وهذا الرقم معمول من دون 30 سنة. واخا يعني هناك واحد تجربة جد عميقة في هذا الموضوع. واخا أستاذة رشيدة، إذا نعم. قلنا 0-801-000-180. بارك الله عليك. واخا أستاذة رشيدة، مثلا أنا دابا مثلا لسعتني أفعى ياك؟ وشفت الأفعى اللي لسعتني، إذا أنا ممكن نهز التليفون ونعيط لهاد النمرة ونقول لهم راه لسعاتني افعى، هل اللون ديالها كيفاش دايره، باش يعطيوني الاجراءات اللي خصني نديرها الاوليه. جميل. جميل. غادي نعطيوه نصائح على كيفاش يمكن له يتعامل. نعم. وغنعطيوه نصائح شنو خصو يدير، وغنعطيوه نصائح فين يتوجه حاليا. ما غاديش نقولوا له مثلا لسعت العقرب عند الطفل، غادي نقولوا له غتمشي نيشان لمركز الانعاش. نعم. لدغه الافاعي غنصيفطوه للمراكز المختصه، ما خصوش يمشي للمركز الصحي صغيور، لان ما كاينش تماك قسم انعاش. لان دابا نرجعوا لها لسعات العقرب ولدغه الافاعي،
العلاج ديالها كاين علاج واحد كيكون في الإنعاش، واللي كيداويهم هو الطبيب المختص في الإنعاش. وهذا الإنعاش ما يمكنش غادي نحطوه في كل قرية وفي كل بلد، كيكونوا هناك مراكز مختصة في هذا المجال. دابا نرجعوا لهذا الموضوع. احنا من كيعيقونا الناس على هذا الرقم، احنا في نفس الوقت كنعطيو النصائح ولكن كنعرفوا شنو واقع في المغرب، زيادة على ان الاطباء والصيادلة والممرضين هما كاين واحد ديكلاراسيون اوبليغاتوار، يعني تبليغ لابد يبلغوا على كل حالة تسمم. احنا في المركز عندنا واحد البنك المعلوماتي اللي كان كيبلغونا على الاقل واحد 7000 حتى 8000 حتى 10000 حالة تسمم سنويا. ماشي معناها ان المغرب فيه تسممات بزاف، لا، لان التسممات دائما كاينه في كل البلدان كاينه، ولكن حنايا من كنجمعوا دوك المعلومات عندنا واحد الطاقم اللي كيدير التحليل ديال هذه المعلومات باش نعرفوا شنو هما التسممات اللي مهمه في المغرب، وشنو هما الناس اللي كيتسموا في المغرب، وشكون هما الناس اللي عندهم مشاكل. واعتمادا على هاد المعلومات كنديروا برامج للتوعيه للتسممات، وبرامج لتحسين العلاج، وبرامج لايجاد الادويه المناسبه لكل تسمم. على داك الشيء دابا نرجعوا لها كذلك فيما يخص لساعه العقرب ولا ضغط الافاعي. عندنا كنديروا واحد الادويه، كنعرفوا كل الادويه اللي تمكننا من العلاج الناجع لتسممات الناتجه عن لساعات العقرب وعلى لدغات الافاعي كاينه، وكنعطيوها بطريقه مسترسله وبطريقه دائمه. ولكن باش كنديروا هذا الشيء ماشي غير يجي الواحد ويبدا يقول علاش ما كاينش كذا الدواء، علاش ما كاينش الامصار، خص الامصار. هذا راه كيكون عنده واحد القاعده علميه، هذيك القاعده العلميه هي اللي كتمكننا باش نديروا الدواء الناجح للتسمم، لكل تسمم. هذه نظره غير خفيفه على ما تقول. نعم، حتى ان استاذه رشيده سليماني احنا ما تنعرفوا بان ما عندكش الوقت بزاف، لان احنا ما كان ودنا انك تكوني معنا. كاين مشكله، انا معكم. نعم، ولكن عندك شي اجتماع تنظن. عندي اجتماع. احنا نحاولوا ما يمكن نختصروا معك النقاط، ولكن الحمد لله راه غادي يكون معنا الدكتور شفيق اللي هو مسؤول عن التسممات في المركز ديالكم، المركز المغربي لمحاربه التسمم والرياضه الدوائيه، باش ناخذوا تفاصيل اوسع ان شاء الله باش تكون الافاده عامه. الى يمكن اسيدي، لكن انا باقي عندي شويه الوقت، الى كان يمكن نتكلم لكم على لساعات العقرب. لا، باقي عندنا معك واحد 4 دقائق تقريبا استاذ. انا بغيت نتكلم على لساعات العقرب، حيت هنا اللي هذا هو السؤال اللي بغيت نسولك، واش لساعات العقارب تحتاج الى امصال؟ انا شوف، لساعات العقرب هي من الاولويات ديال مركز محاربه التسمم. علاش؟ لان هي اول تسمم عندنا في المغرب، هي لساعات العقرب. ما يمكنناش نهربوا من هذه الكثيره، من هذه المعطيات. لساعات العقرب هذه 30 عام وحنا خدامين فيها. هناك واحد استراتيجيه جد مهمه بوزاره الصحه، خص الناس تقرا الاستراتيجيه. ما يمكنش هناك واحد المشكل الوحيد اللي عندنا في لساعات العقرب هو تواصل، وما يمكنناش نتفاهموا مع الصحافة، لأن الصحافة ما كتعطيناش واحد الوقت كافي باش نتفاهموا لهم، وما يمكنناش نتفاهموا حتى مع النواب وممثلين المواطنين في البرلمان، لأن حتى هما كيوضعوا نفس السؤال، واش كاين الأمطار ولا ما كاينش. خصنا نقولوا واش كاين هناك استراتيجية، واش كاين هناك واحد العلاج ديال الناس اللي كيتمسعوا بالعقرب. هنايا يمكننا نجاوبكم ان ملي كتكون عندنا 100 حاله ديال لسعه العقرب، عندنا غير 10% اللي كيكون هناك تسمم، لان 90% ماشي هو تسمم، لان هناك عقارب غير سامه. هذوك ال 10% خاصه الاطفال لازم نهزوهم ونديوهم للانعاش. راه ما كاينش شي دواء من غير الانعاش، في الانعاش كاين كل الدواء الادويه المخصصه لهذا المشكل.
يعني هذاك الانصال ديك الفكره يعني استاذه رشيده استاذه يعطي واحد الحقنه راه ما كايناش لا علميا لا علميا ولا الدواء ديال ساعة العقرب هو الانعاش. ثاني حاجه اللي خصنا نفهموا وهي علاش كاينه ساعة العقرب، ماشي علاش ما كنداويوش ساعة العقرب، علاش كاين ساعة العقرب؟ كاين ساعة العقرب لان الناس ما كيحاولوش على وليداتهم، ما كيقلبوش الفراش ديال وليداتهم، كيهزوا الرضيع ولا الابن وكيحطوه في الفراش والفراش فيه العقرب. ثانيا ما كيجمعوش الازبال، لان الازبال كيمشي لها. ثالثا ما كاينش الضوء، ما كاينش الماء، ما كاينش بعض المرات النظافه. هادو كلهم هما العوامل اللي خصنا نعملوا عليهم باش ما تكونش لساعة العقرب. واخا مين كيجي استاذه رشيده وتيجي مشكل ديال التواصل حتى هو مهم جدا. استاذه رشيده، واحد النقطه مهمه اللي قلتيها هو ان دابا الناس اللي ولدهم لسعات وليهم العقرب والرضيع ولا وليد صغير ما يمشيش يضيع الوقت مثلا في مستوصف والمركز الصحي، لا يمشي ديريكت مول الانعاش. هاك كلهم الاطفال ما حد الطفل صغير ما حد الخطر اكثر. نعم الانعاش خصهم يمشيو نيجر. خصنا هنايا كذلك خص الجماعات المحليه تساعد وزاره الصحه باش يكون لو ترونسفير النقل الاسعاف، يكون سيارات الاسعاف موجوده مستعجل. والله يخليك نكمل انا بهذه النصيحه من كي بحال دابا شفنا هاد الحاله ديال الزاكوره مثلا وتعازي الحر للعائله ديالهم وقلبنا معاهم، لان احنا فوق ما كيتوفى شي واحد والقلب ديالنا راه معاه، لان كنحسوا اننا ما نجحناش في المهمه ديالنا. ولو اننا قبل كانت عندنا مئات الوفيات، دابا وصلنا ل 50 وفاه سنويا. لا اله الا الله، عندنا غير 50 وفاه سنويا بلساعة العقرب ولدغة الأعفاي. نعم. اللي خصنا نقولوا ماشي شنو دارت وزارة الصحة، خصنا نقولوا شنو خصنا نديروا في دارنا باش ولادنا ما يتوسعوش بالعقرب، لأن العقرب كيعض في المنزل ماشي خارج المنزل. ماشي في وزارة الصحة فين كيتعض العقرب، العقرب كيتعض وهذا هو اللي خصنا نركزوا عليه. شنو يمكننا نديروا في المنزل باش المسائل الوقائية المسائل الوقائية، والمسائل الوقائية هي تربية، نظافة، تبلص الجدران. نعم. الارض تكون ملسه، ما يكونش لوسخ الى اخره. واه استاذه رشيده السليماني، شكرا جزيلا لك. بغينا نكملوا معك ولكن انت مرتبطه بالاجتماع. شكرا على هذا الوقت اللي عطيتينا من وقتك. شكرا استاذه رشيده السليماني، مديره المركز المغربي لمحاربه التسمم واليقظه الدوائيه. ما تخافوش، باقيين غادي نفصلوا، غادي ندقوا، غادي نفهموا اكثر، وغادي نزيدوا مع الدكتور شفيق اللي هو مسؤول عن التسممات في المركز المغربي لمحاربه التسمم واليقظه الدوائيه. غادي نفهموا منه بزاف قضيه الغاز، ندير ليه البوطه، ندير ليه غادي نفلح نشرح نمص هذه الامور، كاع الشيء غادي نفهموه، واش هذا الشيء خصو يدار ولا ما خصوش يدار. وغادي يكون معنا بوزيان، وغادي نحاولوا نتواصل مع واحد الضحيه ديال لذغه افعى. بكل شيء بعد الفاصل. انا الشام مباشره على الشدة. يلا اذا سمعنا الرشيده السليماني مديره المركز المغربي لمحاربه التسمم واليقظه الدوائيه. سمعتوا شنو قالت؟ من بين الاشياء المهمه اللي قالت عطاتنا رقم اللي هو ضعيف التكلفه ايكونوميك، باش نتواصلوا اللي عداته عقرب، اللي عضاته لفعة وما عارف ما يدير، اتصل بالمركز 0801 0001 0000 180. نعاود 0801 0000 180. اللي عضاته لفعة وما يعرف ما يدير، حيدو عليكم داك التخربيق ديال الغاز وفلاح وما عرف شنا هو ودير التحميره وداك الشيء، خلي لنا تقدر توقع مضاعفات. هذه واحده. ثم اتصلوا بهذا الرقم غادي يقول لكم شنو ديروا، فين تمشيو الى اخره. ثم قالت بانه اللي عضاته العقرب، لان هي اللي تدي لنا ضحايا بزاف في المغرب، اللي عضاته العقرب يمشي ديريكت خاصه الرضع والاطفال، سير ديريكت الانعاش،
صافي دير سير للمستشفيات الاقليميه والجهويه، سير ديريكت الانعاش، ما تبقاش تضيع الوقت، ما تضيعش واحد نص ساعه في المستوصف وزيد على نص ساعه اخرى في المركز وعاد باش راه ساعه ضاعت لك، عاد باش غادي تشد الطريق تمشي للمستشفى الاقليمي ديريكت مع اللسعه ديال العقرب، هز ولدك ولا بنتك سير ديريكت الانعاش، لان الدكتوره رشيده السليماني تتقول لك راه الدواء اللي كاين راه ما كاينش الجلبه والبراود الامصال ديال العقرب ما كاينش، راه اللي كاين هو الانعاش، تمشي للغيانيماسيون باش يكون تتبع ديال الحالات ويكون الشفاء باذن الله. اذا هذه مهمه جدا، الناس يضيعوا وقتهم بزاف في المستوصف ويتسنى الفرمليه ويقدر يدار مع الفرمليه ولا الفرملي اللي كاين تما لا وعلاش الدوله الى اخره، ويمشي للمركز ويبقى ثاني لا وعلاش انا، وتقولوا لي اودي سير لا وانتم علاش، وعاد باش يمشي للانعاش. سيد خطاغ بحال ديك الدريه دعاء اللي ماتت في الطريق اجل الله يرحمها. فهنا تتقول لكم رشيده السليماني مديره المركز المغربي لمحاربه التسمم واليقظه الدوائيه اللي عضات ليه العقرب ولده ولا بنته، هزها عيط رئيس الجماعه يوفر لك لومبيلونس ديريكت المستشفى الجهوي ولا الاقليمي، بحال مثلا انت في شي جماعه في ازيلال سير ديريكت المستشفى الاقليمي ديال ازيلال ولا ديريكت المستشفى الجهوي ديال بني ملال، على الاقل تربح واحد الساعه غادي تضيعها في المستوصف وتضيعها في المركز الصحي، لان غالبا المراكز الصحيه اللي تتكون في الجماعات والمستوصفات راه ما كاينش فيها غرفه الانعاش. هذا من جهه، وهنا الرساله واضحه مفتوحه لرؤساء الجماعات والمجالس الاقليميه باش يوفروا لومبيلونس ويقادوا الطرقان، عافاكم عافاكم، وفروا لومبيلونس وقادوا الطرقان رجاء، احنا راه امام الاموات، احنا راه امام ناس تيموتوا ووليداتنا تيموتوا، كل واحد اللي عليه يدير اللي خاصو ويدير، كل واحد يدير اللي عليه من باب المسؤولية اللي هو فيها، والأمر لله من قبل ومن بعد، نتمنى ذلك. إذا دابا غادي نمشيو، غادي نمشيو ونحاولوا ما أمكن نتواصلوا مع واحد السيد، مع واحد السيد اللي تنعس في العناية المركزة بني ملال عضات الفعة. هاد السيد هذا تيهضر بالشلحه، نحاولوا نتواصلوا معاه بالشلحه، نحاول لان ما تنضبطش الشلحه مزيان. السلام عليكم. وعليكم السلام. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تقيت اوكما شويه، ممكن تقيت غير لاباس الحمد لله يا خويا. الحمد لله. اتي نكي الله يحفظك يا خويا. الحمد لله. سنتي يوهو سنتي يهو اطرا جماعه الله الحمد لله تاخ الله يحفظك واخا اني غيلاد. الحمد لله الحمد لله غيلاد. والحمد لله جنيت بخوشي الله الحمد لله الحمد لله. توفيت كله، توفيت الدواء، توفيت الطبيب، توفيت اللومبيلونس، توفيت كله. خوشي كانوا الله الحمد لله. ما يقصنك شنو هو ما يقز... شكون اللي عضك؟ شنو عضك؟ اللفعة؟ ما عرف شو العرض ينقطع الخط، إلا كان ممكن نعاودو نتواصلوا معاه. أنا غير صبروا عليا، الشلحة ديالي راه مدعدعة. الوليد هو اللي تيدوي معنا بالشلحة، الوليد الله يرحمه ما كانش تدوي معنا بالشلحة، ومع كنا هي اللي تنبقاو معاه بزاف فهي العربية، والوليد ملي تيجي من الخدمة تيدوي معنا بالشلحة، والشوية اللي شادين راه من عند الوليد والبركة ديال الوليد. ولا مشينا للبلاد مرة لتارودانت تناخذوا شي كليمات وحنا. المهم هو دابا شنو قال؟ قال لك بانه الحمد لله بخير، داووه لقى الدواء طبيب، داووه كل شيء مزيان، دابا راه ولا بخير. هو عضاته الفعة، هذا الخبر عندنا مؤكد، عضاته الفعة. انتم تتعرفوا السم ديال الفعة، لا اله الا الله محمد رسول الله. الشلحه ديال هو هذا السيد راه عنده الشلحه ديال ازيلال، انا عندي الشلحه ديال تارودانت. نتفاهموا في شي كلمات اللي عندنا مشتركه وشي كلمات راه ما يفهمنيش وما يفهم. ولكن حنا غادي نحاولوا اللي مشترك بيننا. عضاته الفعة في ازيلال، هو تنتمي لازيلال لجماعه تيفرت ايت حمزه، وجا من ازيلال ودخل المستشفى الجهوي بني ملال، ودخل غرفة الإنعاش العناية المركزة، والحمد لله بفضل الله تم إنقاذه. زراقت ليه الدو، السم غادي،
كان غادي يموت، ولكن الحمد لله بفضل تدخل الأطباء تعتق السيد بفضل الله، والآن الحمد لله راه بخير، راه قريب يخرج إن شاء الله بعد ما كان قاب قوسين أو أدنى يموت. عنده تقريبا 40 عام هذا الشاب، هذا 40 عام كان قاب قوسين أنه غادي يموت، والحمد لله جاب الله التيسير. إذا كاين مجهودات خصنا نعترفوا بها صراحة، ماشي كل شيء كحل. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. 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 إني يا أقما. بخير. الحمد لله. إني يا أقما غيلاد. غيلاد بخير الحمد لله. الله الحمد لله وتغير. من تزيرة فورت؟ من تزيرة فورت السبيطار؟ الله الحمد لله وتغير. من تزيرة فورت؟ راه فورت. الله الحمد لله وتغير. واخا إني توفيت الدواء؟ الحمد لله. توفيت الدواء اني توفيت الدواء الحمد لله. توفيت الطبيب اي ترجم انا والله الحمد لله. كله بخير، كله الحمد لله. الله الحمد لله تاخذ ايوا الحمد لله. ما انت زيره فورت؟ ما انت زيره فورت؟ ما انت زيره فورت؟ الله يرحم والديك. واخا والدينا ووالديك على اي. شكرا الله يعاون ربي، يعاون ربي. شكرا جزيلا على اي. الحمد لله راه انتم هذا راه تنهضروا معاه، راه كان في العناية المركزة، غير من التواصل معه راه تيبان بأنه الحمد لله ولا بخير. اللهم لك الحمد. كما قلت هذا عضته لفعة، لفعة راه خطر، اللفعة راه خطيرة. اللفعة كاين، راه كاين بوسكة اللي تنسميو بوسكة حنايا، هذاك الحنش اللي تيتنفخ تنقولوا ليه بوسكة، اللي الكوبرا راه كاين هذاك الحنش، راه كاين موجود في المغرب. كاين هذيك اللفعه سيربون سونيت، هذيك البولغرين ولا اش يقولوا ليها، هادو خطار هادو ومتواجدين. سيرتو هاد سيربون سونيت كاينه موجوده في ازيلار في الجنوب الشرقي الى اخره الحمد لله. اذا هاد السيد هذا عضاته اللفعه في جامعه تيفريت ايت حمزه ازيلال، ومن ازيلال هبط للمستشفى الجهوي ديال بني ملال، وجات حتى هو راه نفس الشيء، ضيع الوقت شويه، ضيع الوقت هنا وهنا في المراكز الصحيه الجماعاتيه وضيعش. جاب الله سبحانه وتعالى ربي يعني فطن اهله، فطنوا انهم خصهم يديو للمستشفى الجهوي وداو، وجات يدو زرقه كامله، يعني يا تقطع يا السم يطلع يموت، ما قاب قوسين او ادنى يموت، ودخلوه العنايه المركزه وبقوا متبعين معاه، والان الحمد لله راك سمعتوه تيدوي معنا الحمد لله راه بخير. اذا هي مساله كيفاش تعامل مع المرض، وكيفاش تعامل مع اللسعة ولا اللدغة، هذا هو كيفاش تعامل. احنا ماشي تنقول انا لا ابرئ مسؤولية احد، الجماعات والمجالس الاقليمية ومجالس الجهة يديروا الطرقان، انا من هذا الباب تنقول لهم تحملوا مسؤوليتكم، تحملوا مسؤوليتكم. الا كانت امبيلونس غادي تجي من جماعة تل المستشفى اقليمي ولا جهوي في العوض، ما دير ساعة، إلا كان طريق قدروني أدير جوج سوايع لأن الطريق محفرة. تحملوا مسؤوليتكم أمام الله أولا، وتحملوا مسؤوليتكم أمام التاريخ وهذا الوطن هذا، لأن غادي تكونوا ساهمتوا في موت وإزهاق الأرواح. وخا الكلمة كبيرة وشي واحد يقول لك أواه، ولكن لا، نقولها لكم ومباشرة، غادي تكونوا ساهمتوا في إزهاق الأرواح. لأنه ملي ما غاديش توفر ليا لومبيلونس في الجماعات اللي تهز الناس وديهم المراكز، اديهم المستشفيات الجوية والإقليمية، أنت تساهم في إزهاق الأرواح، وخاصة أنك أنت كمسؤول تتعرف بأن المناطق الحارة فيها العقارب وفيها الحناش، وتتعرف بأن ملي تطلع الشمس وتيجي الصيف صافي تبداو لساعات العقارب والأفاعي. إذا أنت ما تسوقتيش، ما ديرش لومبيلونس، ما تسوقتيش تعبد الطريق، أنت تساهم في إزهاق الأرواح. إذا بوزيان ناخذ محمد بوزيان، إذا كل واحد يتحمل مسؤوليته، كل واحد يتحمل مسؤوليته في أنه يدير اللي عليه. أنت رئيس الجماعة، أنت رئيس الجهة، أنت رئيس المجلس الإقليمي، وأنتم الأعضاء ديال هذه المجالس اللي قلت كاملة، وفروا الطرق لعباد الله، وفروا لي زومبيلونس لعباد الله صافي. وخلي ديك الساعة، خلي ديك الساعة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية ووزارة الصحة والأطباء يتحملوا مسؤوليتهم، ونزيدوا حتى الوعي. الوعي مهم جدا، الوعي مهم. سمعتوا اش قالت لكم الأستاذة رشيدة في العوض؟ ما تضيع الوقت أنك تهز ولد ولا بنية عضها عضها عقرب ولا حنش
وديه للمستوصف، عا باش توصل من دارك للمستوصف تقدر ديرها واحد ثلث ساعة، راه ضاعت لك في حياة ديك الوليد ولا البنية. المستوصف ما فيه والو، راه باين المستوصف راه تعطيك شي حاجة بسيطة. المستوصف ما غادي تلقى والو سيو، ما غاديش يشدو، لأن ديك لسعة العقرب السم خاصو العناية المركزة. تديه للمركز لا ميم شوز، يقول لك ما عندنا والو، أنت ضيعتي ساعة ونص. علاش من دارك من العضة هز ديريكت للمستشفى الإقليمي، أتربح ساعة زمن، هذيك ساعة زمن راه فيها إنقاذ حياة. واخ معنا محمد بوزيان، بوزيان غادي يعطينا واحد اللي بغينا نقولوا الخريطة الجغرافية ديال العقارب والأفاعي في جهة ديالو كبني ملال خنيفرة، كمثال جهة بني ملال خنيفرة، لأن حتى هي تيكون فيها هاد سيرتو هاد الجهة هادي اللي تكثر فيها هاد الأمر هذا ديال الساعات. محمد بوزيان، محمد بوزيان. نعم حسين. مرحبا أنا محمد. الله يبارك فيك حسين. الله يبارك. تحية لك، تحية لك. الله يحفظك. يلا عطينا شو جبتي لينا بخصوص هذا الموضوع السي محمد. حسين بالتوضيح فيما بالنسبة للشخص اللي كيرقد الآن بالمركز الشفائي الجهوي بنملة، وخاصة بالضبط بقسم عين المركزة، فهو شخص تقريبا في عمره 45 سنة. كان تم الاستخدام ديالو بداية الأسبوع الجاري من المنطقة ديال تيكيت ميت حمزة على متن سيارة إسعاف تابعة جماعاتية إلى المركز الشفائي الجهوي بنملة، وكانت الوضعية ديالو كانت وضعية خطيرة جدا، بحيث أن الجسم ديال البسيف الازرق. دابا الوضعيه ديالو استقرت الحمد لله. الوضعيه حسب مصدر طبي انه خرج من ديك الوضعيه الصعبه، ولانه الان راه كيتمثل الشفاء، وتقريبا يقدر يخرج في هذا الاسبوع هذا انه غادي يقدر يمشي بحاله ولا ان شاء الله. ان شاء الله على سلامته، على سلامته. ولكن الاساسي في هذه العمليه هو العمليه ديال النقل السريع، بالنقل ديالو للمركز الشفائي الجوبي، وايضا توفر الامطال بهذا المركز. نعم هذه مهمة أخويا بوزيان، وأنه تم العلاج له. وحسين فالكل كيعرف بأن الجهة ديال بني من القنيطرة هذه تضم واحد خمسة ديال الأقاليمات، الأقاليمات ذو خصوصية جغرافية متباينة، بحيث أنك تبع المناطق الجبلية اللي كتنتشر فيها لدى غاز ديال الأفاعي، وهناك مناطق ديال الأزيلة، فأغلب الحالات اللي كيوقع فيها لدى غادي الافعيه كتوقع بهاد المناطق الجبليه ديال الزلال وديال الخنيفره، بالمناطق بعض المناطق من بني ملال اللي كتوفر فيها المناطق الجبليه، ايضا فيها بعض الحالات اللي كتورد على المركز الشفائي الجوي من ملال، وكيتم التحويل ديالها في الغالب السنوات الماضيه انه كان يتم التحويل ديال هاد الحالات للمركز او المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. وكان واحد السنه كان سنه 2012 اظن سنه 2012 كان وقعت واحد الوفاه ديال واحد الطفل انه تعرض للاسعاف، تعرض لدغه ديال الافعى في منطقه اوربيع بضاحيه بني ملال في منطقه جبليه، فجابوه للمركز الشفائي الجنوبي بني ملال، بقى واحد المده طويله قبل التحويل ديالو، والظروف باش التحويل ديالو للمستشفى بن رشد انه طلع الله عطاه كما تنقولوا ان تم بالغلا سميتو ديالو فتوفات. وكانت من بعد ذلك كانت واحد المجموعه ديال الاحتجاجات امام مركز الشفائي الجنوبي بن ملال، ولكن الان كان هناك اتخاذ تدابير، كانت تتم كما تنقولوا بانه كاين داك البريزون شارج ديال المريض كيتم بواحد ديال المصاب بواحد السرعه كبيره، لان ما معناه السم لدغات او لتعات فهو سباق كما تنقولوا سباق ديال الزمن، فقدر بقدر ما تم التسريع بنقل المريض او بنقل الشخص المصاب بهذه اللدغه او هذه الاسعاف لتلقي العلاج، بقدر ما انهم تيساهموا بواحد الدرجه كبيره في انه في الخروج ديالو من هذه الحاله الخطر، وبالتالي التماثل ديالو للشفاء. فمنطقه ديال جهه بني ملال الخنيفرة حسين كتنتشر فيها واحد الانتشار كبير ديال لسعات العقارب، بحيث ان كانت تسجلات ما بين سنه 2016 وسنه 2018 بعض الارقام ما نقدروش نقولوا احيانا بانها مخيفه، ونقدروا نقولوا بانها عاديه. فسنه 2016 كانت تسجلات 3670 حاله ديال لسعه ديال العقرب، ومع الاسف انها سجلت الوفاه ديال 15 شخص، الاطفال تقريبا كانت 99 منهم ديال الاطفال، الاقل من 15 سنه سجلت جوج الوفيات صوف الاطفال. 2017 عرفت واحد الارتفاع كبير، ربما هذا راجع حتى للارتفاع ديال درجه الحراره، كان في شهر 2017 كان الجو حار جدا في السنه هذه، سجلت 3781 حاله ديال سعاد العقرب. وفيما يتعلق بحاله الوفيات فهي عرفت واحد الانخفاض، فاش كنقولوا انخفاض بخمسه ديال الحالات، حيت سجلت 10 ديال الحالات مقارنه مع 15 حاله سنه 2016، كيعني بان هناك جهود كتبذل سواء من طرف المركز المغربي لمحاربه السموم والذخائر الدوائيه، ايضا من طرف المصالح الطبيه على
مستوى جهه بني ملال القنيطره سنه 2018. هو اصلا ملي صراحه ملي تنتكلموا على 3781 لسعه و10 ماتوا، راه كاين مجهول من 3000، راه رقم كبير. الرقم الثالث حسين ديال سنه 2018 هو اللي كيعكس بان هناك يقظه سواء من طرف المواطنين والساكنه بهذه المناطق القرويه فيما يتعلق حتى بانهم تاخذوا في الاحتياطات اللازمه. بداوا الناس يفهموا كيفاش نعم انه تم التسجيل ديال 2960 حاله ديال الاسعه ديال العقرب، واللي عطات 6 ديال الحالات ديال الوفيات. فهنا كنشوفوا بان انتقلنا من 15 حاله وفاه سنه 2016 الى 6 حالات وفيات. فهذا راه تيعكس بانه راه كاين هناك مجهودات كبيره، وكاين هناك انخفاض بازيد من تقريبا واحد 200% تقريبا ديال هاد الحالات، وهذا كيعكس المجهودات اللي كتبذل في هذا الاطار. هذا واحد المبادره حسين، عندما تحدثت عن سيارات الاسعاف 3000 كانت واحد المبادره اللي عطات الاكل ديالها خاصه باقليم في قيم صالح، والكل كيعرف اقليم في قيم صالح انه كنتشر في واحد المجموعه ديال الجماعات الترابيه اللي عندها واحد في قيم صالح في العقا في لسعات العقارب بزاف وقيله تنظر. نعم تماما حسين، هنا فاش كنتحدثوا راه كنتحدثوا على جماعه بني وكيل اللي تسجلت مؤخرا في هذا الاسبوع هذا حاله وفاه ديال طفله بلسعه ديال العقرب مؤخرا. وتنهضروا ايضا على الجماعه ديال بني شكدال ودارو جماعه دارو الزيدوح وجماعه حدبو مستفاد المناطق اللي كتعرف واحد انتشار كبير ديال لسعات العقارب. فبالتالي كان هناك واحد الاجتماع تقريبا اظن هذه تقريبا ازيد من السنه الماضيه على ضوء اتخذ السلطات الاقليميه واحد الاجراء اللي كان عطى الاكل ديالو وهو توفير سياره الاسعاف، وضع رهن اشاره سواء مصالح الصحيه او ايضا السلطات المحليه على مستوى الجماعات. ففي حاله وجود او اي حاله من هذه الحالات هذه فيتم مباشره الاتصال بمصالح المختصه، وبيتم توفير سياره الاسعاف اللي كتنقلهم على وجه الاستعجال اما على حسب الحاله اما المركز اما المستشفى الاقليمي في قنطرة او التحويل ديالها مباشره للمركز الاستشفائي الجوي للنال كما نقول لايداعها بقسم العنايه المركزه. فنقدر نقول الحمد لله بان هناك كاين تحسن فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الحالات، وايضا كاين هناك تحسن فيما يتعلق بانخفاض ديال عدد حالات لسعات العقارب على مستوى جهه المنوخنفره. بالنسبه للدغه الافعي حسين حاولنا باش نشدوا المعطيات ولكن ما تمكناش باش نتوصلوا بالمعطيات، ولكن ربما حسين راه الضيف ديالك نعم دكتور شفيق فؤاد شفيق انه على درايه تامه بهذا الموضوع، على درايه ان التخصص ديالو داخل المركز المغربي لمحاربه التسممات هو تسممات الافعي، ربما هذه يقدر يعطي توضيحات ان شاء الله في هذا الموضوع هذا ان شاء الله. شكرا لك محمد بوزيان، تبارك الله عليك تبارك الله عليك. شكرا محمد بوزيان على هاد الخريطه اللي عطانا ديال التسمم او حالات التسمم باللسعات واللدغ. شكرا جزيلا. اذا الامر مطمئن نوعا ما الحمد لله. ملي تنتكلموا في 2016 15 ماتوا، 2017 10 اللي ماتوا، 2018 6 اللي ماتوا بلسعات العقارب والافاعي وخاصه العقارب. منطقه بني ملال الخنيفره فيها العقارب بزاف، وفي المغرب بصفه عامه العدد الكبير ديال اللسعات هو العقارب. علاش؟ لان العقارب تدخل الدار بزاف، افاعي قليل، الافاعي تتعيش في الجحور ديالها بزاف وتتسنى قليل فين تمشي، المهم وهي تتسنى البخوا ديالها، تتسنى الضحيه ديالها، تتسنى الفريسه ديالها ولا تمشي تقلب عليها. ولكن سميتو العقرب تدخل الدار بزاف، العقارب تدخل من تحت الباب، تدخل تتقلب على الماء، تتقلب فين تخبى، تتقلب راه تتخشى في الصبابط. باش نقولوها للناس راه ممكن في القريه وهذا راه ممكن تحط الصباط وتجي وتخشى في الصباط، تخشي رجلك انت في الصباط تعطيك. اذا بحال هاد المسائل الوقائيه ديروها، سوس الصباط قبل ما تلبسو، السروال علقتيه سافرتي مشيتو للقريه السروال علقتيه، جبدو سوسو مزيان، التيشورت اي حاجه، البلاصه فينا تنعس، البلاصه فينا تكا. وشيء مهم جدا الناس يديروا المرطوب، ديروا المرطوب البيوت والسقف، وحاولوا تسدوا اي منفذ اللي ممكن تسلل منه العقرب. علاش العقرب هي اللي تدي لنا بزاف ديال اللسعات؟ كما قلت لان حنا ما تناخذوش الوسائل الوقائيه في القريه، وهي تدخل الديور وعندها ديك الامكانيه تدخل من تحت الباب، تدخل من شي ثقبه كاينه في الحيطه.
يلا نسأل الله العفو والعافية للجميع. غادي نجيو بعد الفاصل مع الدكتور فؤاد شفيق، مسؤول عن التسممات في المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية. على شد اف ام. سمعوا لي يا حضار، عندي لكم خبار. الديفيسكا ديال الاوتوهول، الكاميونات ديال الصح والمعقول. اجي تشوف بعينيك تلقى الثمن اللي يرضيك، ثمن خفيف ظريف، غير 7,900,000 تخدم مرتاح شتوى وصيف. الكاميونات ديفيسكا ديال الاوتوهول احسن ما كاين في السوق، البياس ديما موجود بالثمن المرفوق. الصح والمتانة، الموتور نحيلة من شغل الفنانة. شارجي وزيد شارجي ما يقولش احراسي، تمشي وتجي في الامان، في الكونسوماسيون كثر من مزيان، واوتوهول هي الضمان، ماشي بحال التريبورتور يا فلان. الحصول الا بغيتي المعقول، خذ لك الكاميونيت ديفيسكا ديال اوتوهول. 100 عام دازت، 100 عام بالتاريخ ديال المغاربه، 100 عام وحنا كنجمعوا الحباب في كل رحله، في كل مدينه، وكيف ما كانت الطريق 100 عام وحنا كنطوروا باش يكون السفر لحظه متعه. واليوم بدات 100 عام جديدة، أكيد غتكون حتى هي قصة طويلة، غنعيش تفاصيلها مع المغاربة كاملين. ستيام ويحلى السفر منذ 1919. Arizona Park, résidence fermée sécurisée de haut standing avec jardin, ascenseur et parking, situé au cœur du quartier Victoria Bouskoura. Nous vous offrons des appartements regroupant harmonieusement une architecture contemporaine et un luxe de finition. Baies vitrées, marbre, parquet, terrasse et cuisine moderne sont les caractéristiques de nos appartements. Différentes superficies sont disponibles, entre 80 et 120 mètres carrés, à un prix à partir de 9000 dirhams par mètre carré. Pour plus d'informations, contactez-nous au 0802-00-0010 ou sur notre page Facebook Arizona Immobilier ou notre site web www.arizona.ma. Nos équipes auront le plaisir de vous recevoir dans notre showroom sur place et 7 jours sur 7. Arizona, rendez votre rêve accessible.
الحال واليوم علي يا مغدى علي سالوا الله توبة والغفرة ويلي وشهد زمان اللي كل شيء تفضح وبان ويلي وشهد زمان اللي كل شيء تفضح وبان حتى اللي عمره ما كان سعيد الحساب واللي غلسان حتى اللي عمره ما كان سعيد الحساب واللي غلسان سيدنا السلام عليكم مرحبا بكم في لو جورنال دو لاكال معكم يونس ناني البدايه غادي تكون اخبار المنتخب الوطني بحيث كيواصل الاستعدادات ديالو من اجل المباراه المرتقبه غدا ان شاء الله مع منتخب بنين في اطار ثمن نهائي كاس امم افريقيا ارفي رونار خلال مؤتمر الصحفي لتقديم المباراه اكد بلي المنتخب الوطني المغربي فوقته يتحلى بالتركيز ويتجنب الاخطاء من اجل تاهل الدور المقبل واشاد المدرب المغربي اللاعب ديالو مبارك بوصوفا واكد انه منين جا المنتخب الوطني المغربي هو قائد مميز وكيعطي اضافه كبيره للمنتخب واضاف ايضا انه جاهل الجدل اللي كان كيدور حول انضمام مبارك بوصوفا لاسود الاطلس واكد بلي التواجد ديال مبارك بوصوفا فهو ضروري هادشي نظرا لما يمتلكه من خبرات وقدرات فنيه رائعه اما بخصوص اللاعبين فاكد الجاهزيه ديالهم للمباراه الصعبه اللي غتجمعهم غدا مع المنتخب بنيني واكد بلي اللاعبين فهما كينفذوا التعليمات ديالو على اكمل وجه وكيعتقد بلي المنتخب المغربي فهو قادر باش يحقق نتيجه ايجابيه كما اضاف انه المنتخب الوطني فخصو يكون حاضر امام منتخب بنين اللي تاهل من مجموعه صعبه وغادي يلعب مباراه معنويات مرتفعه للغايه وهذا الشيء اللي غادي يخلي المنتخب الوطني انه يلعب بكل ما عنده باش يتفادى المفاجات اما بخصوص اللاعبين فاكد بلي اللاعب خالد بوطيب فهو غادي يكون غدا في مقاعد البدلاء لكنه ما غاديش يقدر يشارك في المباراه وممكن اننا نشوفو خالد بوطيب في حاله تاهل المنتخب الوطني لدور الربع اما او نيفو ديال لورغانيزاسيون فاكد ايرفي رونار بلي البطوله فهي مزيان اللي دارت في مصر واكد بانها كتمشي بشكل ممتاز بدايه من النقل التلفزي وايضا من الملاعب والتدريبات وحول الامكانيه على مواجهه المنتخب الجزائري في بطوله اكد ان المنتخب الجزائري فهو كيضم مجموعه من اللاعبين المميزين اللي كتصدرهم رياض محرز وايضا مع جهاز فني رائع بقياده جمال بالماضي اللي تمكن باش يدمج عناصر شابه مع عناصر اللي عندها الخبره واكد باللي غادي تكون مباراه رائعه وقويه الى التقاو المنتخبين كنذكروا انه غدا غادي تكون اولى مباراه ديال الثمن النهائي المنتخب المغربي مع الخمسه غادي يلعب مع المنتخب بنين اما منتخب اوغندا فهو غادي يلعب مع منتخب السنغال مع 8 ديال العشيه دابا غادي نعطيكم كلكو شيفر من بعد ما سالات الجوله الاولى ديال كاس امم افريقيا بحيث تم تسجيل 68 هدف في 36 مباراه وشهدت الجوله الاولى تسجيل 25 هدف اما الجوله الثانيه فتم تسجيل فيها 16 هدف اما الجوله الثالثه فتم تسجيل فيها 25 هدف اقوى هجوم كان من نصيب مالي والجزائر برصيد 6 ديال الاهداف لكل من المنتخبين واضعف هجوم كان هو غينيا بيساو اللي ما حققت حتى شي هدف اما اقوى دفاع فكان من نصيب منتخب مصري والجزائري والمغربي والكاميرون بشباك نظيفه بينما كان اضعف الدفاع لتنزانيا واستقبلت 8 ديال الاهداف دائما تنقولوا كل توفيق للمنتخب الوطني المغربي في المباراه ديالو غدا مع منتخب بنين هكذا تكونوا سينا اخبار ديال اليوم ديال جورنال دي لاكان نتلاقاو غدا ان شاء الله تشاو تشاو على شاد اف ام نعود ونواصل معكم برلمان الشام مباشرة على الشدة وتحية لكل من تتابعنا ونرحب من اللي عاد التحق بنا ونواصلوا في هذه الحلقة على نحاولوا ما أمكن نحيطوا من جميع الجوانب ما نعيشه من فواجع بسبب لا ساعة العقارب ولا ذغات الأفاعي احنا اليوم حلقة لأن كنا تكلمنا من قبل ماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة تكلمنا على الطرقان وتكلمنا على الامبيلونس وتوفير الدواء و وحملنا الدولة المسؤولية فأنها تحمل مسؤوليتها كاملة فأنها تعتق الناس ما أمكن اللي تيكونوا ضحايا لساعة العقارب والأفاعي اليوم احنا بغينا نديروها حلقة تحسيسية حلقة اللي تفيد الناس الأولى في العوض أنني ما نبقى نتكلم أنا على الطريق علاش الطريق ما كيناش ديروا الطريق باش الامبيلونس دوز إلى آخره إيه هادشي راه قلناه فيما سبق وقلناه اليوم ولكن الاعتبارية الأولى نفهموا الناس أشنو يدير لساعات العقرب ولا لدغات الأفعى أشنو خصو يدير فين خصو يمشي وفي خصو يستغل الوقت إلى آخره يعني بغيناها حلقة تحسيسية تنويرية اللي تساهم في الحد من نزيف لساعات العقارب والأفاعي معنا الدكتور فؤاد الشفيق
مسؤول عن التسممات في المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية. السي فؤاد السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا شكرا السي فؤاد على تلبية الدعوة. السي فؤاد الو تسمعني السي فؤاد؟ شكرا دكتور. اذا السي فؤاد اليوم الموضوع مخصصينه للساعات العقارب والافاعي. فهمنا من عند الاستاذه رشيده السليماني مديره المركز المغربي لمحاربه التسمم واليقظه الدوائيه، وكذلك من عند محمد بوزيه المراسل ديالنا بجهه بني ملال الخنيفره، وفهمنا بانه المغرب اكثر ما فيه وضحاياه من لساعات العقارب لساعات الافعى بواحد النسبه نوعا ما ضئيله منخفضه بالمقارنه مع لساعات العقارب. ولكن لساعات الافاعي هي مميته واخطر ربما بالضعف اكثر من مره بالنسبه لساعات العقارب. اظن دكتور واش الكلام اللي تنقول صحيح؟ هل لساعات الافاعي اخطر بكثير من لساعات العقارب؟ فعلا اللي شفنا الارقام اللي عدد الحالات مثلا ديال لساعات العقارب بين تقريبا 30 ألف ديال الحالات سنويا في المغرب اللي تتأدي إلى تقريبا 52 ألف، ولكن تنعرفوا بأن يلا 10 إلى 30 ألف يلا 10% اللي تيكونوا أعراض، 10% تقدر تكون تشكل مشكل. أنا تنتكلموا على العقارب. نعم بالنسبة للأفاعي هو في الحقيقة في المغرب كما قلتي العدد قليل مقارنة مع العقارب، تقريبا سنويا عندنا 350 حالة. سنويا تتكون واحد تقريبا ما بين 10 على حسب الجو التضاريس وداكشي، سنويا تقدر تكون 6 حتى 10 حالات سنويا. إذا ما كاينش كثير الحالات مقارنة مع العقارب، ولكن كما قلتي الا خدينا حاله التسمم بالافاعي تلقاو مثلا خدينا 350 حاله غادي نلقاو واحد 30% حتى 50% اللي غادي يديروا اعراض وما تقدرش تكون خطوره. فعلا لساعات لدغات الافاعي تقدر تكون اخطر من لساعات عقارب. علاش؟ واخا كاين السؤال مسلك باش نبقاو لا مزيان، وهذاك نيت هذا هو السؤال الموالي، علاش لساعات الافاعي اخطر من لساعات العقارب؟ لساعات الافاعي بعدا عندنا تقريبا في المغرب، المغرب عندنا تقريبا واحد 7 انواع ديال الافاعي. وهذه الانواع ديال الافاعي خطيره وتتكون في المغرب على حسب المناطق تتوجد، وكعندنا سبعه ديال الحالات سبعه ديال انواع ديال الافاعي، وهاد الافاعي ديال سبعه الحالات اش يديروا تيكونوا مسببين في واحد مشكل اللي هو توقع هو نزيف دموي. هذاك النزيف الدموي تيكون اما خارجي او باطني. وكذلك الافاعي تقدر تسبب واحد التعفن ديال العضو اللي تقاد فيه الانسان، هذو بالنسبه للافاعي اللي فيبير. وعندنا لوتر فاريتي اللي خطير جدا والحمد لله ما تتاديش بزاف الحالات الحمد لله اللي هضرتي عليها استاذ فلول، هو لو كوبرا. هذا الكوبرا هذا كاين بعض المناطق المغربيه وخطير ويقدر يؤدي الوفاه واحد اذا ما كانش معلوم ما كانش التكفل بالمصاب ساعتين يموت الا ما كانش التكفل لا يعني. هذه الكوبرا اذا عندنا هذا النوع ديال البوسكا خطير جدا، ولكن الحمد لله كما قلت هو النوع الحمش تيهرب ماشي ما تيأتاك با ما تيهاجمش هو تيهرب سبحان الله. وهذا عليها ما كاينش بزاف ديال الحالات، نقدروا نلقاو في العام تقريبا 2-3 الحالات في العام مقارنة مع الأفاعي الأخرى كنقول لها الأجيبات. واخا سي فؤاد
هادشي اللي قلتي لينا مهم مزيان في اطار المعلومه. اذا الخطير في اللدغات الافاعي السامه الخطيره اللي ما تكفلش بها الانسان ساعه ساعتين يموت هي بوسكا الكوبرا. ولكن قليل جدا وقليل قلتي بعض المرات توصل لجوج في العام. هو تيكون تيقدر يتصابوا خصوصا ديك عساوه اللي تيروضوا اللي عايشين معاه اصلا تيعرفوا الخطوره ديالو. واخا اذا وقلتي لينا من قبل كاين سبعه ديال الانواع ديال الافاعي اللي تتلسع اللي تتلدغ عفوا في المغرب. واش ممكن تعطيهم لينا بسميات والصفات ديالهم يعرفوهم المغاربه؟ نعم معلوم. بين قوسين خصنا نعرفوا كما كنا كاين الافاعي كاين الافاعي كاين البوسكا ولكن خصنا نعرفوا كذلك باش الناس يطمئنوا شي شويه كاين بزاف ديال اللدغات الافاعي تعابين حنا ما سميوش تعابين غير مسمومه. كاينوا كثير هاد الحالات كثيره تنتصوا بها حنا والناس تخاف تيكون بزاف كاينين هاد الحالات. اذا شنو هما الافاعي اللي كاين في المغرب؟ كاينه واحده نقول السميات ديالهم واخا السميات شويه صعاب ولكن ما كاين مشكل حنا نقولوا نحاولوا دمويه موريتانيكا ولا افعى موريتانيه هذه خطيره جدا هذه كاينه في المغرب كامل. الافعى الموريتانيه افعى موريتانيه افعى موريتانيه حنا تنقول لها الفرنساويه ولا السيونتيفيك دابويا موريتانيكا. هذه شاده المغرب كامل من الشاوان نمشيو للشرق المملكه لجنوب المملكه حتى لجهه العيون. كيدير الشكل ديالها؟ نعم كيدير شكلها؟ الشكل ديالها هذه هي الصعوبه ديالها الشكل ديالها تتكون شي شويه قهويه تقدر تكون حمراء شي شويه تقدر شويه مشينا للشمال تكون فيها واحد تكون فيها واحد لابوند اونديولي تكون في الظهر ديالها والخطوره ديال هذه المساله هي شويه تتشبه الارض تتشبه الارض. اذا هنا تقدر تغفل الانسان تقدر تخبى ما بين الحجر هذه كثيره بزاف وهي اللي تتشكل لنا مشكل بزاف في المغرب هذا دابويا موريتانيا. اذا هي غالبا تتكون قهويه تكون لا كولور ديالها شويه مارون روج كاين لا فورم كونتراستي تكون اللون ديان باين تكون شويه ناقصه وتقدر يكون الطول ديالها كبير بزاف تكون ضخمه تكون صغيره وتكون ضخمه تقدر توصل الطول ديالها حتى لواحد متر و90 متر و80 اذا نتصور واحد الدري مسكين عنده 60 ولا 40 اللي غيتغفل ويتخاف بهذه المسعه وتقدر تضربه ماشي غير مره واحده تقدر تضربه المره الاولى والمره الثانيه وهذا الدري يقدر يكون بعيد على مستوصف ولا على مستشفى وتذيع فيه داك هي عندها هي واقيلا عندها ديك الصفه العدائيه تتبقى تهاجم هذا يقدر يهاجم. هي ماشي بحال بوسكا تهرب لا بوسكا جينيرالمون تيهرب عليها قليل الحالات الحمد لله سبحان الله. النوع الثاني اللي كاين في المغرب هي وحده تيقول لها البيتيس اريتانس ودوك العامين تيقول لها الجيشه شنو هي؟ النوامه الجيشه هذه تتكون عندها لا ديستريبيسيون ديالها تتكون مثلا جهه الصويره مراكش اكادير طنطان تتكون منطقه ساحليه ساحل اسميتها سميتها الجيشه نعم اسميتها؟ لا بالفرنساويه لو نون علمي اسم علمي بيتيس اريتانس ولا بالفرنساوي تقول لها لا فيبر اورتون نعم وبالدارجه الدارجه انا تنعرف الاسم ديالها تقول لها حيت كاين بعض كونفيزيون تقول كاين تقول لها الهيشه كاين تقول لها بشلحه المهم الهيشه واخا اعطينا الهيشه اعطينا المواصفات ديالها مادام معروفه المواصفات ديالها الراس ديالها تكون هادي ديفيرون تكون الراس ديالها مبزط كيفاش مبزط؟ مبزط شي شويه بحال الجرانه تيكون الراس ديالها مضغط ماشي اللي تقولوا لها بولغرين لا بولغرون لا ماشي هي وتيكون الراس ديالها كبير شي شويه مثلث ولو كور ديالها تيكون حتى هو ضخم انت تقدر تصوت تتصفر هي تتصوت تتصفر نعم وتيكون عندها ديك لاكو شويه صغيره حتى هي بحالها بحال الماكروفي فيها هذه حتى هي تتشكل مشكل حتى هي تتعطي نزيف دموي تتعطي تعفن تتعطي نزيف دماغ واحد المشكل نقص في الكلي دونك يقدر كاع الاعضاء كلهم يتقاسوا. النوع الثالث اللي كاين في المغرب اللي تيشكل حتى هو مشكل هي اللي قلتي انت مولات كرينات
هي خطيره جدا. شنو هي؟ هاد المويه في الكرينات لا فيتا كرينات معروفه، تكون مثلا صحراء، تكون جيت برعه تفيلال قلمين ودنون، هذا هو فين كاينه، فهي تسبب مشاكل كثيره. هذه هي اللي تتكون اللون ديالها بحال الرمله، بحال الرمله اكزاكتو، تكون بحال الرمله وتتكون صغيره ما تتكونش كبيره بزاف، بين قوسين لا طاي الحجم ديال الحنش، ماشي على تقولوا حجم صغير والله ما يقدرش يكون خطير. لا هاد الفكره راه غالب. اذا كاينه هاد مولات الكرينات، هي خطيره، تدير لنا زيت، تقدر دير لنا زيت. هذه موجوده في درعه تافيلات ورزازات زاكورات غير موجوده راه كيعرفوها الاطباء الاخوان اللي كاينين في السبيطار ديال المستشفى الجهوي ديال الرشيديه، كيعرفوها الناس ديال ازيلات، كيعرفوها الناس ديال بولديم، الاطباء الناس كيعرفوهم ديالهم، كيعرفوا كيفاش يتعاملوا في العلاج ديال الحالات. بين قوسين باش نهضر على هذا الفيتراكول، مثلا في مستشفى الرشيديه في اي طفل ولا شي واحد ضربته هاد الفيتراكول، هاد المكرينات، تدخل ضروري الانعاش. انعاش ما تنتسناوش، واخا يكون حاله بسيطه ضروري تعاملوا معها بحال كانت حاله خطيره. اذا ها انت، ها هو الناس، ها انتم سمعتوا الناس اللي عضاتوا مولات الكرينات في منطقه درعه تافيلات، ما تبقاش تقلب على المركز ديال الجماعه وما تبقاش تقلب على المستوصف وتضيع في الوقت، سير ديريكت للانعاش اوبليغاتوار، سير الانعاش. واخا مولات الكرينات وحده اخرى، الافعى الرابعه هي ليكيس لوكوغاستير، واحد الافعى تيقول لي عندها الكرش ديالها بيضاء، هذه قليله في المغرب، تكون شفتو في المناطق الجنوبيه ديال المملكه، مثلا تلقاوها في العيون، نقدروا نلقاوها في اسا، هاد الحالات هادو كاع حنا تنعرفوا بانه كاينين، هذه قليله حتى هي خطيره، تكون دو بيتي تاي، ما تكونش كبيره. عندها شي سميه بالدارجه باش معروفه؟ عندها شي سميه بالدارجه؟ نعم بالفرنساوي تنقولوا لها ليكيس لوكوغاستير، ولا اللفعه بالكرش البيضاء مثلا. اللفعه نقولوا لها اللفعه مولات الكرش البيضاء. أفعى بيضاء البطن. بيضاء هي الكرش ديالها بيضاء، ولكن تنعرفوا حنايا دابا نقول لك من بعد كيفاش نتعرفوا على في حالة لدغة، كيفاش نعرف كيفاش تنتعرفوا على الأفعى اللي كانت سبب في لدغة. نعم. الأفعى الأخرى اللي كاينين في الشمال. كاينة واحد أفعى بلاطاف، هذو أفعى تكون صغيورين، وكاينة الأفعى المونتيكولا. هاد الافعى ديال الطرف كاينه مثلا في الشمال، في الريف، في الحسيمه، قليل حالات بها، قليل. حنا من نهار بدينا في المركز الوطني لمحاربه التسمم لقينا تقريبا واحد الحاله وحده في ديال هاد الفيتار ديال الطرف. داير هاد الافعى كاينه في الشمال، وكاينه في اسبانيا، وكاينه في البرتغال. كاينه واحد الافعى هي صغيره، قدرنا نلقاو واحد الحاله بهاد الحاله هذه بهاد الافعى، هي لا فيتار مونتيكولا، كتكون جهه ازرو صغيره بزاف، تقدر تكون 20 سنتيمتر 30 سنتيمتر، حتى هي تقدر تعطي حالات، ولكن ماشي خطيره بحال الافعى اللي هضرت عليهم في الاول. نعم. وكاينه واحد الافعى السابعه تسمى لا سيراستات دي بيرا، هذه كاينه في جنوب المغرب، ولكن ما عندناش عليها حالات، هي قليله بزاف قليله بزاف، ولكن ما عندناش فوالا. هادو هما الافاعي، ولكن بحال دابا قلنا لكم هذه الانواع، كيفاش حنا عرفنا بان هاد الافاعي معروفين، ولكن وقيلا تقدر تطرح عليا هذا السؤال، شكون هي الافاعي اللي كتشكل المشكل من بين هاد الافاعي؟ واخا هو السي فؤاد شفيق الدكتور، هو ماشي هذا السؤال اللي نطرح عليك، بقى اسئله، راه باقيين غادي نهضروا على الانواع اللي ذكرتي عليها، كل نوع خطوره السم ديالو، شنو الوقايه، كيفاش الوقايه، شنو العلاج، شنو خصنا نديروا الا مثلا عضاك بوسكا الكوبرا، الا عضاتك ديك الافعى الموريطانيا، الا عضاتك الهيشا، الا عضاتك مولات الكرينات، الا عضاتك مولات الكرش، سيغ بو اسونات كاينه ولا هي مولات الكرينات؟ بو اسونات لا ما كاينش في المغرب، كيكون في ليزيتازوني، تيكون مثلا ما كاينش، لا ما كاينش عندنا في المغرب هذا النوع هذا، ما كاينش في المغرب لا. الحمد لله. بحقيقه استاذ راه مزيان لي شرطي لهاد المشكل ديال انواع الافعى، خاصنا نلقاو في جورنو لي ريزو سوسيو ديال الانترنت، كيبينوا مثلا واحد الطفل مثلا ناعس مضروب، وتيحطوا حداه واحد المتعه اللي ما كايناش في المغرب نهائيا. صحيح، انا شفت شحال من مره
واحد لا ساعه قراب تيقولوا في اكادير ولا شي حاجه وحاطين حدا التصويره ديال سيربو ان سونيت وانت تتقول لنا راه ما كايناش كاع في المغرب. واخا سي فؤاد الا تفضلتي يا سي فؤاد من اجل الافاده وفيها اجر مع الله ومسؤوليه وطنيه الا تفضلتي غدا ان شاء الله لان احنا ما بقاش لنا الوقت غدا ان شاء الله غادي نعيط لك ونتواصل معك مع الجوج تقريبا نقسم ونكملوا في هذا الاطار هذا. مرحبا. شكرا دكتور فؤاد. شكرا. شكرا دكتور فؤاد شفيق مسؤول عن التسممات في المركز المغربي للمحاربه التسمم واليقظه الدوائيه. مزيان هادشي اللي تنتكلموا عليه لان خصكم تعرفوا راه كل لفعه عندها دواء ديالها. راه السم ديال الكوبرا راه ماشي هو السم ديال مولات الكرش البيضاء وهكذا. هادشي كاع غادي نعرفوه مع الدكتور ان شاء الله غدا ونعرفوا شنو خصنا ندير واش خصنا نديروا الغاز ولا ما نديروش ولا نجرحوا بزيزوار ولا ما نجرحوش كاع هادشي غنعرفوه مع 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 الدكتور فؤاد غدا ان شاء الله. شكرا سنه اللي كانت معايا في الاخراج. القاكم غدا الى اللقاء.